عبد العال احمد محمد في كليه العلوم قسم الرياضيات جامعه الزايد. وطلع لك قرار معيد؟ الحمد لله طلع، كانت في مشكله واتحلت والحمد لله طلع لك قرار امبارح. يمكن انا عرفت هنا من الاهالي، ودي حاجه يعني تدعو للفخر، ان انت والدك متوفي من 4 سنوات ومن اول يوم دخلت في الكليه وانت بتشتغل في مصنع طوب هنا جنب البيت. وانا كنت شغال في مصنع طوب بعد الوالد متوفى على طول، بعد تقريبا شهر من الدراسه كنت خلال الاجازات كنت بطلع اشتغل في المصنع، وايام الدراسه ذات نفسها اليوم اللي مش ورايا في الكليه كنت بروح في المصنع اشتغل لحد طوله الدراسه. بتشتغل في مصنع طوب لغايه فتره الدراسه. طب مين مثلك الاعلى بقى؟ انا هو والدي. انت قلت لي ان اكتر حد يعني صاحب فضل عليك بعد ربنا والدتك. طبعا. ليه؟ كانت بتعمل معاك ايه برضه؟ يعني عارفين ان الام دورها ما بحدش بيقوم بيه، بس يعني اتفضل. هي من دور الاب والام. دي كفايه راح ده لغايه هنا. قلت لي ان الوالد مقول ازيها يعني في الدنيا.